متابع حلقة ليلي من طرب وضيفة تالي من الأصوات الجميلة بالعالم العربي، براعته بالأداء ومهاراته الفنية ملفتة. من المغرب بدي رحب بعلي المديدة. ربي يخليك، أهلا وسهلا فيك علي. شكرا لك على الاستضافة الطيبة، وأنا فرحان بزاف بحضوري معك حبيب. وأنا مبسوط فيك كثير. ربي يخليك بارك الله. وبنبتدي دغري بالغناء مع صوتك الحلو. مرحبا. مع أغنية يا شادي الألحان. مرحبا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشان بلظى هواك تسعر زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشان بلظى هواك تسعر وإذا سألتك أن أراك حقيقة وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى فاسمح ولا لا 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 لا, لا, لا تجعل جوابي 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 لن ترى يا شاذ الألحان هات أسمعنا يا شاذ الألحان هات أسمعنا رنات العيدان اهي واسمعنا اه يا للي يا لا لا للي اه يا للي يا شادي الالحان اه اسمعنا واحسبنا من ضمن الندمان يا لالالي يا لالالي آه يا لالالي من ضمن الندمان آه واحسبنا آه يا لالي يا لالالي آه يا لالي يا شادي الألحان الله عليه. علي ما بدي ابتدي بسؤال سلبي نيجاتيف، بس بدي اساله بهالطريقه.
شو بتحس أحيان أنه في أصوات أقل منك بكتير صوتك قادر جدا، أنه يمكن أحيان أخذوا فرصتهم، وأنا بعتبر الحياة هي فرص. صح. شو برأيك شو المقومات التانية غير الصوت اللي لازم يحصل عليها الواحد تيكمل أو تيوصل للي بده إياه؟ أولا الصوت هو روح من عند الله عز وجل، ما في يعني الصوت ملكة من عند الله، فالواحد لازم يحافظ عليها. صح. ويكون قدر المقام وقدر الهبة اللي أعطاها عليه الله عز وجل. صح. كان نشوفوا مجموعة من الأصوات اللي ربما أصوات بسيطة جدا، لكن عرفت كيف تشتغل على رأسها، عرفت كيف تشتغل على نفسها في البروفيل بتاعها، في الثقافة ديالها، عرفت تقرأ على الفن، عرفت تقرأ الموسيقى وتدرس الموسيقى حق الدراسة، وتوصل ماشي بالصوت ولكن بالفكر الموسيقي. احنا نتكلموا على 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 فنانين وصلوا بالفكر الموسيقي، ما نتكلموش على فنانين وصلوا باشياء اخرى من غير من غير الفن فقط. عم نحكي عن الايجابيات، عن الفن طبعاً. عن الايجابيات طبعا. فالموسيقى او فنان ليس فقط هو مجرد صوت. صوت هو واحد الباكج كامل مكمول، كيف نقوله، فنان متكامل، صوت، صورة، طريقة أداء، طريقة كلام، أدب قبل ما يكون هو غناء، أدب قبل ما يكون نغم. طب كيف شفت هالمشوار يعني من نهاية برنامج الهواة اللي قدمت فيه، ورجع بقول كان لك حضورك القوي لهاللحظة، كيف شفت هالمشوار؟ كان مشوار حافل صراحة، لأنه ربما البرنامج فتح بوابة كبيرة تعرفت عليها عليكم أولا، ولي الشرف وعلى فنانين كبار أمثالكم وعلى جمهور ذواق، جمهور عربي تبارك الله من السميعة كيف نقوله، فتعرفنا على هذا الجمهور وعلى الذوق دياله. لي الشرف أنني دخلت للمجال الفني من أوسع أبوابه. نتمنى نكون كنقدم إضافة للمجال الفني إن شاء الله. طيب علي، ابتدأت هالرحلة، رحلة التفتيش عن هويتك الفنية يعني، واللي هي بتبتدي بأغاني، ابتديت بهالشيء؟ ابتديت أغنية، أغنية من تلحيني وكلماتي، كانت لظروف خاصة، هي أغنية رحلتم. أغنية جميلة، ربي يخليك، أغنية جميلة. فكان اختيار صعب صراحة، لأنه أنا كان اختار المواضيع أكثر من يعني يهمني الموضوع كثير. هل هو التلحين، ولو قطعتك، هو التلحين موهبة عندك، ولا حسيت أنه ما حدا قادر يأمن لك اللي بدك إيه أنت؟ لا، في ملحنين كبار صراحة، لكن الأغنية، هذه الأغنية بالضبط كان لازم أنا اللحنها، لأنه خاصني اللحنها بإحساسي الخاص، وأنا اللي نوصل الإحساس للمستمع، لأنه كانت ظروف خاصة كيف قلت لك بالأغنية، ظروف عن الرحيل وهالأشياء. صح. اليوم التسويق والسوشيال ميديا عنصرين كتير مهمين. انت نشيط على السوشيال ميديا علي؟ طبيعة الحال، رغم انها تكون ضايقه شويه، لكن السوشيال ميديا ضروره ملحه للفنان. انا بحس احيانا اللي كثير هو ما بدي اتهم حدا، بس اللي كثير فنان من جوا ما بتحسه بميل، ما يقربش السوشيال ميديا، لانه هو عنده عالمه خاص، عالم الابداع، عالم التلحين، عالم الكتابه، يعني بنعمل عالم جهد فني. على السوشيال ميديا صراحه انا من الناس اللي كان يكون عندي جهد كبير لما نعمل ستوري ولا نعمل بوست في الانستغرام، كان نحس براسي متعب اكثر مما انني مع نفسي مع التلحين، مع الابداع. صح. كان لانه المبدع، بس المشكله هلأ صارت مهمه ضروري منها، لأنه الجمهور ما بقاش كي تواصل عبر التلفاز ولا هذا، وأصبح يعني متابع للسوشيال ميديا أكثر من القنوات. أو بفهمك علي، مين بتحس من الفنانين إذا بدك الحاضرين أو يمكن القادمين الغائبين بتحب مشواره الفني؟ يعني مش بس صوت مثل ما حكيت قبل. صح. هو صوت واختيارات وشخصية وطريقته كيف بيفكر. مين مثلا الشخصيات اللي عبر التاريخ مجموعة من الأصوات صراحة اللي كانوا، أولهم الأستاذ صباح فخري اللي غنينا ليه يا شادي الألحان، فكان من الفنانين الكبار الله يرحمه. الله يرحمه. كان صوت، صورة، أداء، كاريزما، ثقافة كبيرة. من الفنانين الحاضرين بدون أي مجاملة صراحة، أنا أعتز بك أستاذنا الحبيب، لأنه من غير أنك فنان يعني ملحن وما شاء الله مبدع في المجال ديالك. بالنسبة للفنانين المغاربة كذلك أعتز
بالفنانة الكبيرة للا أسماء المنور وفنانين كبار أمثال لطيفة رأفت ومجموعة من الفنانين اللي صراحة مبدعين مبدعين وما زالوا قادرين على الإبداع. فهذا كيخليني أنني نستفد أكثر من الفنانين هادو ويخليني أنني نتقرب منهم أكثر باش نتعلم أكثر ونعطي كل 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 إضافة للمجال الفني إن شاء الله. حالة. اللي هلا أو إذا بدك بيقولوا دائما الفن صعب ومشواره صعب. صح. حسيت بهالصعوبة أنت لهلا ولا بتشوفها بغير طريقة؟ صعب اللي عنده مبدأ. يكون صعب بالنسبة للفنان اللي عنده مبدأ. صحيح. اللي ما يغنيش في أي مكان. صحيح. اللي ما يكونش مع أي أشخاص. اللي ما يغنيش أي أغنية كيف ما كانت. فيكون صعب كثير لكن الحمد لله ليس المهم هو الشهرة ولكن المهم هو الخلود. ممكن أغنية واحدة تكون في المجال الفني وفي تاريخك تخليك مخلد عند الجمهور. علي أنت عندك بحس بهالشيء إنه في عندك التزام. هو التزام فني ولا التزام إنساني وحياتي حتى بحياتك؟ هو التزام إنساني أولاً والتزام تربوي. وهذا ينعكس في الالتزام الفني لأنه الفن احنا محتاجين فنانين عندهم روح قضية عندهم روح إنسانية. ما نتكلموش على الدين وعن الطوائف وعن شيء هكذا. صحيح. فاحنا إنسان نتكلم فقط عن الجوانب الإنسانية. ونكونوا إنسانيين وموضوعاتيين في الأغاني ديانا لأنه الأغنية رسالة كتوصلها للجمهور باش يستمتع ويتعلم من الأغنية. حلو. أنا عن جد بتمنى لك علي توصل صوتك قادر يوصل لأبعد الحدود بالأفكار اللي عم تفكر فيها. أكيد المشوار صعب بس رائع حيكون إن شاء لأن الله. الواحد يوصل بقناعاته هو إن والناس شاء الله. ونحن بحاجة لهالنوعية الفن اللي فيه. صحيح. جزء من الرسالة بدنا نسمع أغنية وبعدين حنرجع نغني نحن والشباب. مرحبا. بأغنية مشتركة. مرحبا. حنسمع سهرته سهرت سهرت منه الليالي منه الليالي اوكي لمحمد عبد الوهاب. يلا نسمع. سهرت منه الليالي ما للغرام وما لي إن صدع عني حبيبي فلست عنه بسالي إن صدع عني حبيبي فلست عنه بسالي يطوف بالحب قلبي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي آه الحب في بقاي الحب فيه زوالي الحب في بقاي الحب فيه زوالي قلب بغير غرام جسم من الروح خالي
أما رأيت حبيبي في حسنه كالغزال ربي كساه جمالا ما بعده من جمالي انظر كيف تهدى من رقة ودلال قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي يبدون صدا ولكن هم يضمرون وصالي ما قصر العمر حتى نضيعه في النضال في النضال في النضال الحب الحب في بقائي الحب الحب في الله الله يا علي الله الله بدي اشكرك كثير ربي يحفظك ووجودك هيك عن جد اضاف مع الحبايب البقيه ربي يخليك وهج هالليله بتمنى لكم كل التوفيق شكرا بنغني سوا هلا انا وياك مرحبا ومحمد وميشيل اغنيه على رمش عيونها مرحبا يلا تفضل على رمش عيونها باللي هوى طلع اللي مني وقلبي هوى على رمش عيونها باللي هوى طلع اللي مني وقلبي هوى وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدواء وانا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا يا ضاي يا خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقاني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب قالوا سنة والنهاردة وصل على بختي أنا والنهاردة وصل على بختي أنا وأنا يلي كنت طبيب الهوى وانا اللي كنت طبيب الهوى
النجاح فتيحه سهل مرات، لكن الاستمرارية بالنجاح تحدي يومي لتقديم الأفضل. حلقتنا انتهت، منشوفكن بحلقة جديدة من طرب.